لازم ادافع عن نفسي تاني قصاد الاكاذيب والاشاعات اللي بيقولها ماكدونالد ماكجارجان وشهرته العقرب. ايوه انا كشفت الموضوع تماما وقلت اني مولت التجربه اللي اديته القوه والسرعه الخارقه وكمان الديل الالي البشع ده. الفكره كان هدفها اننا نبني كيان يواجه سبايدر مان ويمنع تهديداته. ما كنتش اعرف انه مجنون. تفتكروا ان سيرته الذاتيه مكتوب عليها مخبول مهتم بالسموم؟ شغله في القانون ما كانش غير محاولة واضحة عشان يقلل حكمه في رافت ويلومني أنا، وده مستحيل. كلمة واحدة هقولها، جاي جونا جيميسون بيرفض. النهار طلع ومستر لي هيوصل هنا قريب، ممكن اكل وجبه خفيفه. عادة مستر لي بيكون في المكتب دلوقتي. حقيقي محتاجة شوية قوة. بيتر أساعدك إزاي؟ آسف على الإزعاج يا مستر لي. عندي صديقة ماري جين، هي صحفية، هي بتعمل قصة عن استيراد الفنون ولقت القطعة دي، هي عايزة رأي خبير فيها، وأنا عارف إن عندك شهادة في الفنون. دي المرة الأولى اللي هستخدم فيها شهادتي فعلا. خلينا نشوف. شيء مذهل. لقيتها فين؟ أنا مش متأكد الصراحة. ليه هي إيه؟ طبق الأصل لقناع أوبرا صيني أثري ما شفت ازايه من سنين. ترجمة الرمز ده تقريبا شيطان. شيطان؟ والدي كان بيقرالي قصص اشباح لابسين القناع ده وعليه رمز. كان الامر مرعب. بيتر اسمع، القناع ده ممكن يكون له علاقة باشخاص خطرين. خلي ماري جين تدور على قصة تانية. تفتكر ان هي في مشكلة؟ مش عارف. لين خاطر الرمز اللي جوه القناع معناه الشيطان. الموضوع رعب مستر لي، عمري ما شفته في الحالة دي قبل كده. ده حتى قال لي ان اتخلى عن القصة. الاحتمال الاكبر. تفتكر استاذ لي مخبي حاجة؟ لا اعتقد ان هو افتكر حاجة، عارف انه عانى من طفولة قاسية. تمام منطقي. الشياطين مش كده؟ اسمي شد. تمام هبدأ كتابة، اشوفك بعدين. تمام الموضوع مشي كويس زي ما توقعت. نسبة التشرد صحيح بتقل بس لسه عالية. كويس ان صديقي فلاش تومسون بيحاول يصلح ده. عارف مجتمع العمل انتعش فعلا، سواء التدريب او التوظيف، يعني قصدي اغلبه. للأسف اوسكورب مش مشاركة. ممكن اصلح الجزمة دي عشان تعيش اطول.
عندي وقت أضيعه قبل ما الدكتور يحتاجني في المعمل. هعمل أعمال سبايدي في المريخ. اهلا، في ايه؟ العريف تكس دور جيل بروفا. انا نسيت خالص، قصدي لا ما نسيتش، لا انا بس حالا هبقى هناك. التاخير ده بقى متكرر. ايه يا باركر، انت احسن من كده. مع حق، ازاي ما انتبهتش للوقت؟